ثم أنا سبيل مربي طائر حسون. هوايتي إنتاج الهواية تاعي إنتاج فراخ الحسون، وهذا ما آخر فراخ لينا لي كبروا دوك خلاص ما يزيدوش يجيبوا خلاص. المهم وهذا فراخ تاع الأو أ كما راكم، ها هي بقى هنايا وهذا هما فراخ هاد الاو ا من تيبازا، وهذا فراخ تاع الاو اس تاع الصيف. نعم ها هي الباقا، ها هي او اس دي زيت. نعرف راهي تبان. نطلب من كل مربي طائر حسون عنده خوتاتي وجدي ولا قل مني وأكثر مني، نطلب منه أنه يعلم خوتاته يعلمهم كيفية إطعامهم، وباش ينتج عدد كثير من طائر حسون أو الكنع. بما أن طائر حسون في وجهة الإنقراض يجب علينا نربيه، ونتمنى من جميع مربي الطيور لما خرج سنة يخرج العام الجاي، وإن شاء الله يفيدكم هذا الفيديو. ما تنسوا تديروا نجم وتشتركوا في القناة. باي.